مشاكل مستمرة، وهاي المشاكل تعكس صورتها على أنديتنا، على دورينا، على لاعبينا، مجاملات لهذا النادي لأنه انطاق صوته، مجاملات لهذا النادي لأنه اتقاضى مبالغ مني، وهاي كلها موثقة وكلها تعرف بها. فما ممكن يعني أقول لك أنه تقول لي هاي المجموعة الاتحادية سارت بالطريق الصحيح وأكو ناس تكون بالضد وياها، لا مستحيل. احنا اليوم نريد نجاح، نجاح الكرة العراقية ونجاح بلدنا. الأشخاص ما يهمنا زائلون، لكن تاريخ تاريخ يقل العراق طبعا، فنريد نجاح العراق احنا. اما النجاح من تريده يجي انه شخص يغدر بشخص وشخص يزج بشخص بالسجن وشخص هاي صعبة جدا. فلذلك يعني ما اريد اقول لك انه المشاكل اليوم ظهرت او قبل فترة، لا، هي المشاكل من زمان. حتى في زمن الكابتن حسين سعيد كانت هناك مشاكل، في زمن ناجي حمود مشاكل، في زمن عبد الخالق مشاكل. ما ممكن اكو تصفيه او اختلفت المشاكل بهذه الازمان بوجود رجال لو هي نفسها. انا اللي اشوفها ازدادت. ازدادت؟ اي فعلا ازدادت، لانه يوميا دنسمع احنا شخص دا يصرح وعندي كذا موثق وعندي كذا. هسه احنا ما لنا شغل بهاي الموثقه، الموثقه اريد نظهرها حتى تاخذ حقك بيه، حتى تحمي اتحادك بيه. انت لما نشوف غلط وعندك وثائق موثقه ليش ما تظهرها؟ انت تحب خراب اتحادك لو خراب بلدك. فانا اقول لك هسه كثرت، واللي يعني بعد استلام عدنان او منذ استلامه اللحظه الاولى يمكن اللي دا اشوفه بالاتحاد رحت مره واحده علي غرامه دفعتها وهي غرامه باطله، يعني كانما انت داخل يعني شو اقول لك مجلس وزراء، صوت ماكو، ممنوع واحد يتكلم، ممنوع واحد يقعد بالكذا، ممنوع ابو الشاي يطلع، ماكو هيك. ليش احنا مو شفنا هذه الاتحادات من السابق؟ ابوابهم مفتوحه. فهذا ما اجى من تنظيم، يعني انت انا نصحك تنظم لي هيك، لا، اجى من عصبيه وافصلك وبطلك. اغلب الاعضاء اللي موجودين يعملون داخل اروقه الاتحاد او المكاتب واللجان يعني يصير ملتقاهم يمي، انه الاسلوب بده يتصرفون بي وياهم. فهذا اشوفه يعني جدا يعني صعب.